اهلا بكم، هذا يوم هام للغايه في عالم الاسنان. في معلومتين شديدي الاهميه، والحقيقه الاثنين يعني ملفتين للنظر جدا. المعلومه الاولى بتقول ايه؟ انه تسوس الاسنان له تاثير كبير جدا على اداء، تاثير خطير على اداء لاعبي كره القدم ونجوم المهره في الكره العالميه. الدراسه دي اتعملت على 187 لاعب، دراسة اتعملت على 187 لاعب. فين؟ في كل الأندية اللي في البريمير ليج، في الدوري الإنجليزي، منها مثلا هال سيتي، مانشستر يونايتد، ساوثهامبتون، كارديف، شيفيلد يونايتد، حتى بره إنجلترا، ويست هام، كل دول اتعمل عليهم هذه الدراسة. ولقوا إن حاجة غريبة جدا بقى، لقوا إنه ما يقرب من 4 من أصل كل 10 لاعبين محترفين عندهم تسوس في السنان، ولو ان 1 من كل 20 لهم او عنده امراض لسة غير عادية ومزمنة وصعبة العلاج على حد تعبيره. الدراسة قالت انه هناك علاقة وثيقة جدا بين تناول المشروبات الرياضية المحفزة للرياضة وبين هذه الآلام وهذه المشكلات، لان المشروبات الرياضية لقوا ان ليها تأثير خطير جدا، الحمض الموجود فيها له تأثير على مينة الأسنان، وبالتالي هيؤدي هذا الحمض إلى مشاكل عديدة جدا. طبعا المعلومة الثانية المهمة وبرضه متعلقة بلعبة الكرة، إنه مشاكل الأسنان وألمها تؤثر على وجع الظهر، تؤدي إلى مشاكل في الظهر، مشاكل أيضا في العنق، فقرات العنقية، ولقوا إن عدم الانغلاق الجيد للأسنان يؤدي إلى مشاكل في الرأس، في العنق، في الظهر، وبالتالي مشية الإنسان هتبدأ تتأثر لو عنده مشاكل في أسنانه. الله، ده موضوع كبير جدا، ده موضوع كبير جدا. ده السنان يعني الدراسة بتقول إنه أمهر لعيبة كرة القدم في العالم يتأثر أدائهم بأسنانهم. ده الموضوع في منتهى الأهمية. تعالوا النهاردة نعيش مع عالم الأسنان، وعندنا النهاردة قصص مهمة جدا جدا، وهسأل ضيفي العزيز هل هذا الكلام مع الناس اللي عندهم رياضة عنيفة بالكلام ده بيأثر عليهم، فما بالك الناس اللي مش رياضيين، أكيد هيتأثروا أضعاف أضعاف هذا الأمر. الماشين ما بتشتغلش لوحدها، دايما في حد بيشغلها، وبالذات في نقطة الديزاين. أفكار الناس عن الزراعة ساعات بتبقى غلط خالص. مش معنى إن أنت فاقد مثلا 12 سنة إنك هتحط 12 زرعة. في إنجلترا يحاكموه. حكم الدكتور اللي يعامل مريض السكر اكنه اقل من اي مريض عادي. في تخصص نقدر نقول اهم في طب الاسنان علميا، مفيش حاجه اسمها كده. اعلى تريتمنت اوبشن في العالم في تعويض الاسنان هو الامبلانتس، هو الزراعه. نسبه السكسس ريت بتتخطى ال 95%. الاستاذ الدكتور كريم ابراهيم، زميل الكليه الملكيه لتجميل الاسنان جامعه ادنبرا، استشاري التركيبات الثابته لتجميل الاسنان، المدرب المعتمد ببرنامج الزمالة الدولي لتجميل الأسنان. ضيف العزيز القيمة العلمية المتميز الأستاذ دكتور كريم إبراهيم، أهلا بك يا دكتور. أهلا وسهلا بحضرتك، منورني. الله يخليك. عايز أبدأ الأول قبل، في سؤالين مهمين، هبدأ بالسؤال الأول. إيه رأيك في الكلام اللي احنا قلناه دلوقتي؟ يعني زي ما بنقول إن الرياضيين فعلا بيتعرضوا تاف لايف ستايل زي ما بيقولوا، او يعني لايف ستايل ما فيهاش الرفاهيه او الوقت الكتير اللي يقدروا يحافظوا فيه على اسنانهم. بالتالي لازم يهتموا باسنانهم، اسنانهم بتؤثر في حياتهم وبتؤثر في الكارير بتاعهم بشكل كبير. انا عندي في مصر لعيبه كوره كتير جدا كانوا في فتره بيهتموش باسنانهم، دلوقتي معظم لعيبه المنتخب بنقابلهم وبنشوفهم، بنحاول نخلي وضع اسنانهم في وضع جيد، ورغم ضيق الوقت عندهم يعني ممكن يبقى عنده معسكر ويهرب من المعسكر ساعتين ويجي لنا عشان يقدر يخلص اسنانه، بس يعني في النهايه لعيب الكوره طول ما شكله كويس وصحته كويسه بيقدر يكمل حياته بشكل كويس. وجع الاسنان من اشد الوجع اللي ممكن يعرضه لتوقفات ويعرضه لمشاكل في ظل كارير ما ينفعش يتوقف فيه بالشكل ده. عظيم. عايز ابدا الاول على سؤال تاني بقى، السؤال المهم التاني، سؤال يعني فني شويه. احنا في مصر ما عندناش فكره انه المريض يدخل يسال دكتور على شهادته، ما عندناش فكره انه المريض يدقق في شهاده الدكتور تدقيق محترف، تدقيق حقيقي. احنا بنشوف شهادات متعلقه على حيطه كتيره متبروزه كويس، معظمها مكتوب بالانجليزي، قليل منها المكتوب بالعربي. ف
بنقول والله ده شيء جميل حلو جدا برافو. وشهادات كل ما تكون عددها اكبر كل ما انا هبقى مبسوط وعندي ثقه اكتر. واحد منا يكون محترف شويه او فاهم شويه فيدقق فيلاقي ان معظم هذه الشهادات ليست شهادات ولكنها اي شيء اخر غير الشهادات. ممكن تكون مثلا حاجه تدل على انه حضر في مؤتمر في الحته الفلانيه لكن هي متعلقه على انها شهاده. يعني ايه رايك في الفكره دي؟ والله يا دكتور ايمن انا وحضرتك ياما اتكلمنا في نقطه الشهاده دي وياما نبهنا ان كل واحد لو اشتغل في مجاله بالشكل اللي يليق بيه هيبقى الوضع هيتغير بشكل كبير بالذات في المجال الطبي. حضرتك ناديت ان اللي يقدم برامج طبيه مفروض لازم يبقى طبيب عشان يقدر يحاور. انا ما ناديتش انا اتبع صوتي. بالظبط يعني لان انت لو مش طبيب هتحاور الدكتور اللي قدامك ازاي؟ لا لازم يكون بص هو لازم يكون في ثلاث حاجات. اولا يكون طبيب، ثانيا لازم يكون شاطر، ثالثا لازم يكون كاريزما اعلاميه يعني بيعرف صحيح يعني صحيح. عارف ادوات الاعلام درس اعلام وانا يعني ده دي دراسه لازم تاخد بكالوريوس اعلام صحيح. ثم يكون بدون تحيز او توجه معين. وفي نقطه كمان دكتور ايمن يكون عنده الجراه انه لما يحس ان الكلام مش ماشي في التراك الطبي وماشي بيزنس بيوقف الدكتور ويتكلم معاه. ما يكونش عنده تحيز بالظبط. يعني ايه ما عندوش تحيز معين؟ يعني ما عندوش تحيز لشخصيه معينه او لحد معين او عامل حكر لشيء معين في التراك بتاعه. وده مهم قوي. فبالنسبه لنا في المجال الطبي نفس القصه. انا لما رجعت من انجلترا لمصر لقيت معظم السيفيهات اللي انا بشوفها سيفيهات وهميه ما فيهاش شهاده تدل. فاحنا لازم نقول ان طول ما شهاده الدكتور موجهه من الجامعه تعني ان الدكتور ده حصل على شهاده محترمه، ما عدا ذلك من الخزعبلات اللي بنسمعها في مصر جمعيات واكاديميات و و و كل ده لا تعني غير انه حصل على البكالوريوس فقط. ودي نقطه مهمه المريض ما يتكسفش انه يسال عنها. يعني انا بقولها اهو صريحه، ما تتكسفش تسال الدكتور وتقول له ارجوك وريني شهادتك، اشرح لي الشهاده دي موجوده ازاي او جايه منين، لان دي حاجه مهمه وده حق اصيل للبيشنت. طب لو اتسال ولقى اللي قدامه بيتنرفز عليه يبقى الدكتور ده اكيد عنده نقطه ضعف في الحته دي. ولازم يبقى فاهم ان طول ما الدكتور بيفتخر بشهادته ومبسوط انه بيتسال عليها دي حاجه عظيمه، طول ما بيتنرفز معناها ان دي نقطه ضعف عند الدكتور وانت دوست عليها. فريق العمل المتكامل داخل عياده، هل ده يعني انه ما بيبقاش فيه ليدر فوق فريق العمل؟ والله احنا يعني ما بين نارين، ما بين ان الناس تفهم الفكره المظبوطه. احنا نادينا بكتير ان مفيش دكتور بيعمل حاجه لوحده، يعني لازم معاك فريق عمل من المتخصصين عشان تقدر تشتغل. بس اكتشفت ان في خطط علاجيه كتير فشلت وعمليات تجميل وزراعه كتير فشلت بسبب عدم وجود الدكتور الريستوراتيف اللي بيقود المجموعه دي. واحنا هنا واحنا بنشرح حالاتنا هنوريكم عملي لو الدكتور القائد بالمعنى اللي المريض يفهمه يعني مش موجود ازاي بتاع علاج اللص هيغلط، ازاي بتاع علاج الجذور هيغلط. ليه؟ لانه مش شايف الصوره كامله، هو شايف الجزئيه اللي بيشتغلها بس. فانا مع ان يبقى موجود متخصصين في كل التخصصات عشان يقدروا يدوا للمريض اعلى جوده في كل تخصص، لكن في حاله عدم وجود دكتور شايف الصوره كامله وبيقود كل متخصص انت في خطر، لان المتخصص ده مهما كان شاطر في مجاله هيغلط لانه مش شايف صوره الابتسامه بتاعتك كامله او صوره حاله الزراعه بتاعتك كامله، فبالتالي غلطات متكرره. وهنشرح ده عملي النهارده من خلال حالاتنا الحته اللي كان ممكن المتخصص يغلط فيها لو القائد مش موجود. ففي بنقولها صريحه اهو، في حاله عدم وجود الدكتور القائد اللي انت رايح له وقابلت متخصصين بس، افهم ان انت عندك خطر كبير ونقطه ضعف كبيره في الخطه العلاجيه اللي اتحطت لك. ونداء برضو للدكاتره في حاله ان انت مش فاضي تتابع الخطط العلاجيه اللي بتتم عندك، ارجوك افتح اي مشروع تاني غير المشروعات الطبيه، لان كونك دكتور يلزمك انك تتابع كل الخطط العلاجيه اللي موجوده عندك عشان تطلع اعلى جوده. طيب من ضمن البرنسبل الاساسيه في الطب، بس دي زي ما بيقولوا داخل كل طبيب من الجيل بتاعنا القديم، انه يتوقع احيانا انه يغلط. يعني دي من الحاجات اللي احنا كنا نتعلمها، انت لما هتغلط هتعمل ايه لو غلط؟ هل المتخصص عندما يخطئ ده شيء مقبول ام غير مقبول، وكيف يتصرف عندما يخطئ؟ والله المتخصص بيغلط لما يعدي الحدود، يعدي اللاينز اللي انت حاططها له. انا دلوقتي لما برسم خطه لفريق العمل عندي، انا عندي 18 دكتور، فالسيطره على ال 18 دكتور انهم ينفذوا لي اللي انا عايزه دي حاجه مش سهله.
فاحنا بنرسم خطوط عريضه لكل متخصص، انت هتتحرك في الحته دي وتنفذ لي المنطقه دي بس، وبعد كده تسلم المتخصص اللي بعدك او هيرجع لي وارجعه لك تاني وهكذا. فالمتخصص في حاله عدم وجود الدكتور اللي بيتابع الحاله كامله وابتدى يشتغل من دماغه، هيفرق جدا لما يغلط لازم يرجع يقول انا عديت الحته دي ومش فاهم ايه اثرها على المريض. فاحنا لازم برضو في الاخر ناكد على نفس النقطه، عمل جماعي، تيم وورك، فريق عمل بيشتغل كله مع بعضه، لانك لو اشتغلت لوحدك مهما كانت مهارتك هتحصل ان انت عندك نقط ضعف انت مش شايفها، فالمريض في الاخر مش بيحصل على النتيجه اللي هو عايزها. ففي الاخر نفس الاجابه، عمل جماعي، تيم وورك، عشان تقدر تحافظ على الخطوط اللي رسمها لك الدكتور فتشتغل عليها، وفي الاخر كلنا مع بعض نطلع نتيجه عظيمه. لو الحاله في الاول ما درستش بدقه، ما تصورتش صح، ما خدناش وقتنا مع الحاله في تحليلها، في تصويرها، في ان احنا نبقى فاهمين مشاكلها، كلفتنا شويه او ركزنا على مشكله وسيبنا الباقي، ايه اللي يحصل؟ والله يا دكتور ايمن، انا دلوقتي يعني هعمل حاجه كل ما حد في مصر يسمعها يقول لي يعني دي غريبه جدا، مع اني كانت في انجلترا القصه دي منتشره. انا عملت استوديو تصوير عندي في 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 المركز. يعني انشات مكان استوديو تصوير زي البروفيشنال فوتوغرافرز يعني، واضاءات وحاجات، وهنوري الناس قد ايه الصور تفرق، قد ايه الصوره من الاتجاه ده غير الاتجاه ده. يعني انا ممكن اصور صوره وابص عليها تضيعني في البلان، تخلي حالة التجميل مرعبة. فمهم قوي ان انت لازم المريض يبقى عارف ان الدكتور بيدرس الحالة، بيحللها. انا زي ما قلت انا بشتغل على حوالي 21 صورة في الكيس، 21 صورة قبل ما اشتغل مع المريض، اشتغل على 3 فيديوهات. ففي حالة عدم دراسة الصور دي وتحليلها بالشكل الجيد، وده هنوضحه عملي للناس، كل صورة كانت فايدتها ايه وشغلها ايه، المريض هيبقى عارف دايما ان هو بيشتغل باي لك او بالحظ. يعني انا دايما يجي لي السؤال ده، هو دكتور انت ليه مكبر القصه كده، انا عندي دكتور ايده حلوه جدا وايده تتلف في حرير يشتغل ويطلع لك سنان بيضه وحلوه وزي الفل. فاحنا دورنا هنا ان احنا نوري الناس ان احنا مش مكبرين القصه. يعني التجميل والسمايل ديزاين قصه كبيره، هي اصلا كبيره، لو ما عملتهاش وركزت فيها مش هتطلع نتائج عظيمة. وإحنا قلنا هنا وعندي فنانات بيعانوا من تجميل عملوه، عندي ناس كتير بتعاني من تجميل عملوه نتيجة عدم فهمك وعدم تقديرك للحاجة اللي أنت بتعملها. فمهم قوي أن أنت تتعب وتشتغل كتير واغلط. أنا ما عنديش مشكلة أن أي دكتور عندي يغلط في حالة أنه هو تعب واشتغل، لكن باي لك كده من غير ما تصور العيان، من غير ما تاخد له فيديوهات، من غير ما تدرس حالته وتغلط، أنت السبب فيه، أنت متعمد أن أنت تغلط، ودي نقطة مهمة قوي. هذهب إلى الحالة الأولى. عندنا حالة أولى مهمة بالزبط. جدا الحالة دي عنوانها الأساسي أنه معظم الناس في مصر عندهم كوارث في بقهم، مش مشكلة واحدة، دي مشكلات عديدة. وهنا تكمن جملة طبية في منتهى الأهمية، هي عندنا في المخ والأعصاب لها أهمية اسمها إعادة تأهيل الجسم. يس. هل أنتوا عندكم إعادة تأهيل الفم؟ دي كلمة صعبة قوي. طبعا فول ماوث ريهابيتيشن أو الفول ماوث ريهاب، ده هي أصلا يعني يعتبر بره في إنجلترا ما يستخدموش أبدا كلمة كوزماتيك دي، نادر لما حد يقول إن الحالة دي تجميل، هو كله عنده ريستوراتيف أو إعادة تأهيل الفم، الفول ماوث ريهاب. الفول ماوث ريهاب عشان الناس تفهمها بالشكل البسيط، خلينا نشوف أول صورة عندنا عشان يفهموا إن أول ما هنشوف الكيس دي هي حالة إعادة تأهيل للفم. بيبقى المريضة أو المريض بيعاني من مشاكل كتير جدا، منها تسوسات، منها تصبغات، منها خلع الأسنان قديمة، منها عدم انتظام الأسنان، مشاكل كتير لا تعد ولا تحصى. أنا مثلا ممكن في الكيس دي اشترك فيها حوالي 10 دكاترة وابتدينا نشتغل فيها. أنا بشتغل على 45 نقطة زي ما بقول، في دكاترة تانيين زي ما قلنا لو في البداية اشتغل على 23 it's fine جدا، بس كان فيها نقط كتير جدا مهمة قوي ان احنا نشرحها. طيب الصورة دي اول صورة دخلت الاستوديو بتاع التصوير، ابتدت تتصور وابتدوا اول صورة يوروهاني. وعشان اوريك يا دكتور اهمية التصوير، وحضرتك كنت لسه بتسأل على النقطة دي، قلت لهم المريضة دي بتضحك عليكم. قالوا لي يعني ايه بتضحك علينا؟ يعني قلت لهم انت لو اعتمدت في ابتسامتها على الابتسامة دي هتخسر كتير قوي. طب خلينا نشوف الصوره اللي بعديها. انا بقى دخلت لها وصورتها بنفسي. بص يا دكتور الابتسامه دي دي طلعت بتضحك عليهم، طلعت مش مبتسمه الابتسامه الاصليه بتاعتها. فالدكتور في الابتسامه الاولانيه لو جبناهم جنب بعض
وابتدى يشتغل على الصور وعلى تحليل الابتسامة، هيلاقي ان الصورة الاولانية اللي لسه مش باينة فيها خالص. فالراجل هيقول ببساطة، لو احنا شفنا الصورة الاولانية الابتسامة الفيك اللي انا بسميها فيك، هيقول اللي لسه مش باينة عندي فانا مش هشتغل عليها، بس لو صورتها صح وعملت لها فول سمايل، دي انا خدتها من فيديو، سكرين شوت من فيديو عشان اعرف اخدها، طلعت بتبتسم وبتبين اللسة بتاعتها. فلو انت ما اهتمتش بالظبط، يعني جام سمايل قليله، يعني مش جام سمايل بالمعنى الحرفي، بس قصدي اللسة بتبان، لو ما خدتش بالك من دي هتعاني من حاجات كتير. طيب تعالوا نتكلم على يعني ايه ان انا ادرس الحاله من السمايل. لو جبنا الصوره اللي بعديها وابتدينا نركز عليها، عشان دي اول حاجه ببص عليها في المريض، يعني دكتور تاني اول ما يبص على الحاله يقول يا نهار ابيض، ده انا هعالج كل الاسنان دي ازاي؟ انا هجهز بقى الاسنان وابتدي اشتغل واعمل اسنان بيضة وخلاص، وما يفهمش ان في حاجه اسمها الديزاين. اول حاجه دكتور ايمن بنبص عليها في الحاله حاجه اسمها الميد لاين، الخط الوسطي اللي انت هتشتغل عليه. اي حاجه في جسمنا هي مقسومه نصين، عندنا العين بنفس التوازن، الانف، المناخير، الودان، كل حاجه. انا عامل خطين عشان الناس تبص معايا وتركز معايا. الخط الكبير اللي من غير سهم هو الخط اللي بيفصل ما بين الاسنان يمين وشمال، وده مش في المنتصف، وده مش في المنتصف. لو دكتور اشتغل عليه وهو في المنتصف، المريضه دايما تحس ان ابتسامتها معوجه او ان بقها معوج نتيجه ان الدكتور اشتغل على ميد لاين غلط. رحت راسم لهم بقلم تاني وانا بحلل الصوره سهم، عايز اقول لهم ده المنتصف مش ده. فلازم الدكتور يبقى فاهم ان الميد لاين هي اول حاجه لازم تبص عليها في صوره حالتك عشان تقدر تحدد هترسم ابتسامتك ازاي او السمايل هتترسم ازاي. لو رسمت الابتسامه على الخط الاولاني اللي هو الطويل، هتتفاجئ ان المريضه كل يوم جايه لك مش عاجبها الابتسامه ومش فاهمه مش عاجبها ليه. اكتر ممثل عالمي عنده مشكله في الميد لاين مين يا دكتور ايمن؟ وده مثل كبير، توم كروز. توم كروز عنده 4 ميلي شيفت في الميد لاين نتيجه ان الابتسامه اللي عملها ما كانتش في المنتصف بالظبط. قلت له كده مره كل ما اشوفه في حته اقول له بال 4 ميلي. فده مثل دايما بقوله للطلبه عندي، توم كروز اكتر مثل تبص عليه على الميد لاين. هو كان سنانه بايظه قوي زمان، بايظه خالص، ولما اتجمل سنانه سيئه جدا بالزبط. يعني كان من الناس اللي عمل، وبعدين برضه هو في عيب في الفك. لا انا قصدي انا بحب التفاصيل الصغيره، يعني هي ابتسامته حلوه ما شاء الله، بس كويسة. بس انا يعني بحب اركز قوي على التفاصيل الصغيره. فلو جبنا ابتسامه توم كروز هنلاقي عنده ميد لاين شيفت. ورينا كده ميد لاين شيفت. عندنا صوره لميد توم كروز؟ لا لا. طب جهزوا لنا توم كروز عشان انا عايز اتاكد من، بس تكون صوره جديده، لانه ونجيب له صوره قديمه عشان نشوف الراجل ده برضو بالزبط. تغير اهو. برافو عليك يا دكتور ايمن، لو خدت بالك الميد لاين يخرب عقله. يا شفت على الشمال ده هناك خالص بالظبط، كانت تحس ان الابتسامه كلها وعلى فكره ده مش حلو التجميل بتاعه بالظبط، مش حلو يعني، هو عملوا له مش حلو. انا قصدي بس طبعا كان سنه في الاول يعني الشكل القديم بس عنده ميد لاين شيفت وكويس، يعني فريق الاعداد ما شاء الله عليه، يعني ان هم يجيبوا على لا عشان صوره مش صدقني يعني ساكن قريب. فدي انا كنت مركز عليها قوي. يبقى لو احنا بقى بنسال، لو دكتور عنده الاجهزه وانت دخلت لقيت اجهزه كتير، الميد لاين يا جماعه لو خط المنتصف بتاع السنين اللي بين السنتين، ايوه اللي هو الخط الطويل اللي بين السنتين، الخط اللي هو بيقسم السنان يمين وشمال. فلو انت دخلت بصيت على الاجهزه والدكتور مش موجود ساب المتخصصين يشتغلوا، هيكتشف منين ان الضحكه دي الاولانيه فيك، ان المريضه ما ضحكتش؟ انت مش عارف اصلا ان اللسه بتبان نتيجه ان انت مش موجود اصلا. ثانيا الميد لاين، لو سبت الدكاتره يشتغلوا على الميد لاين الفيك ده هتطلع نتيجه زي توم كروز برضه ميد لاين شيفت، ففي الاخر انت عملت ابتسامه بس فيها نقط ضعف. فانا بتاع التفاصيل الصغيره دي بحب اشتغل عليها، فدي تاني نقطه حبينا نوضحها للناس. طب لو دخل هي الست دي كانت جايه تعمل علاج لاسنانها ولا تجميل لاسنانها؟ هقول لحضرتك حاجه يا دكتور ايمن، الست دي قالت لي، يعني هي كانت مدام في قمه الرقيه يعني جميله جدا، قالت لي جمله غريبه جدا، قالت لي انا عارفه ان انا حالتي وحشه جدا، يعني انا جايه لك وانا متاكده ان انا حالتي وحشه، بس انا عندي تطلعات عاليه جدا، يعني مش هرضى باي حاجه، انا عايزه، عشان كده جايه لك انت مخصوص. يعني تخيل مريض في اسفل يعني ليفل من حاله الاسنان، بس بتقول لك من اول يوم انا مش هرضى باي حاجه، اوعى تكون فاكر ان انا هرضى باي اسنان حلوه، لا ده انا عايزه سمايل ديزاين وعشان كده جايه لك. دي صوره ثانيه. انا يعني احنا هناخد وقت جدا في الصور اللي قبل عشان نوري المرضى ازاي احنا بنحلل الابتسامه ونوري الدكاتره برضه يستفيدوا معانا.
دي هنا بشوف الانكلينيشن بتاع الاسنان. يعني ايه الانكلينيشن دكتور ايمن؟ هل الاسنان كلها مصطفها مع بعض ولا كل سنه مديه اتجاه؟ لو خدنا بالنا هنا ان الاربع اسنان اللي احنا بنبص عليهم اللي هم الاربع اسنان اللي فوق اللي باينين في الابتسامه كل واحده فيهم ليها اتجاه غير التاني. يعني لو ركزنا الصوره اول سنه عامله كده، تاني سنه عامله اتجاه تاني، تالت سنه عامله كده. فدي انا بركز قوي مع المتخصص اللي بيعمل لي بريباريشن دكتور ايمن، ودي نقطه مهمه واحيانا انا بعمله بنفسي لما بحس ان الحاله خطيره. ايه هو البريباريشن؟ تحضير الاسنان. كتير يجي لنا مرضى يقول لك ايه، انا رحت لدكتور اسنان فلما جهز اسناني صغرها شويه او يعني ابتدى يجهز فيها صغرها قوي يا دكتور، هو انت هتصغرها كده؟ هقول له انا اصلا ما يهمنيش انا هشيل قد ايه، يعني مش دي البوينت، يهمني هشيل منين، دايركشن الاسنان او انكلينيشن الاسنان او هلمس الاسنان في انهي اجزاء عشان اخليها مصطفى. في اتس ان ارت، ده فن ازاي هتلمس السنه لمسات بسيطه تعدل بيها اتجاهات الاسنان. في دكتور هيروح ماسك السنه كلها ويفضل يصغر فيها وبرده اتجاهها معكوس. يعني انا بيجي لي حالات اتجاه السنه بشكل معين والاقي الدكتور صغرها لحد ما بقت سنه صغيره جدا وبرده ما عرفش يعدل اتجاهها، لان هو بيشيل اول اوفر، مش بيشيل من حته ويسيب حته، مش بيشوف الحته اللي مستفيده فيها. فروحت برده عشان بخلي الاكسس كله المحور كله اللي اشتغل عليه واحد بيسموه او متسابق او متوازين، المحاور المتوازيه بالظبط كده، المتساويه، انكلينيشن الاسنان، ترتيب الاسنان مع بعض اللي هو يعني المتخصصين فيها اللي هو علم الاورثو، علم تقويم الاسنان. وعشان كده انا اروح ساعتها في الحاله دي اروح جايب على طول الدكتور بتاع التقويم، بص على الحاله دي وشوف لي الانكلينيشن وشوف احنا عايزين نعمل ايه عشان نجهز انكلينيشن الاسنان. هنا قلت لهم في ريسك، رحت ارسم لهم خط كده دكتور ايمن واعمل لهم سهم، المنطقه دي هي اكتر منطقه هنشيل منها او اكتر منطقه هنعمل لها فيها بريباريشن لان السنه معوجه في الشكل ده. واحيانا بدخل بتاع التقويم معايا لو في حاجه within range يعني عشان يعدلها لي اكتر في السمايل ديزاين. يبقى دي تاني صوره استفدنا منها بين انكلينيشن الاسنان. طيب لو دخلنا على الصوره اللي بعديها ودي حاجه مهمه جدا يا دكتور ايمن. ايوه انا كنت ببص على السنه اللي تحت، لو الناس واخده بالها السنه اللي تحت السنه عليها سهم، بالظبط اللي عليها سهم دي انا كنت شايف ان هي خارجه فبصورها عشان اشوف هي خارجه قد ايه وهشتغل معاها ازاي، هل بالتقويم، هل بتحضير القشور، هل بتحضير الكراون. رحت مشاور لهم قلت لهم عشان تعرفوا أهمية ال 21 صورة، لو حضرتك يا دكتور أيمن بصيت على الصورة دي هتلاقي السنتين اللي فوق باينين إن هما طبيعيين. طب لو رجعنا بالصورة اللي قبليها تاني، الصورة اللي قبل دي هنلاقيهم معوجين. فمعنى كده إن الاتجاه اللي أنت بتاخد منه الصورة ممكن يخدعك. عشان كده لو ما خدتش كل الصور هتتفاجئ إن عندك نتائج مش مظبوطة. هو لو إحنا شفنا الصورة اللي بعديها برضو بالمقارنة بالصورة دي جنب بعض هنلاقي إن الصورة دي مبينة السنة كأنها ملفوتة على ايدها الشمال بالظبط كده، لكن الصورة الثانية اللي هي جاية اللي هي اللي بعدي دي واحنا واخدينها هنلاقي وكأن السنتين في وضع شبه طبيعي بالظبط كده مفيهوش مشاكل. يعني بالزبط. نشوف الصورتين جنب بعض هتلاقي انه زي ما انت قلت قد يخدعنا. فعشان كده انت لازم تصور كتير وتفهم هتصور من انهي زاويه عشان المريض ما يتخدعش. اهي دي من الناحيه دي الصوره مش دي باين قوي الميل بتاع الاسنان يعني لاننا فيسنج. يعني انا لو طالب عندي صور الصوره دي واشتغل عليها ما خلاص هيطلع نتائج مش مظبوطه، مش مظبوطه لان مش هيروح يعمل كده. زي ما انت قلت بالزبط. ازاله اكبر من الناحيه الخارجيه اليمنى من السنه اليمنى بالظبط كده. يبقى احنا دكتور ايمن لو عدينا بس في الحته اللي احنا اتكلمنا فيها دي كم متخصص دخل، هنلاقي بتاع التقويم عدى، هنلاقي بتاع تحضير الكراونز هيشيل منين وهيعمل منين عدى، هنلاقي بتاع اللثه عد عشان يشوف اللثه هنظبطها قد ايه، كل ده اناليسس هنشتغل عليه. احنا عندنا حاجتين بس لسه عايز اقول، هل هذه الحاله ما فيها مشاكل خاصه بالتسوس، فيها مشاكل خاصه باللثه؟ والله يا دكتور ايمن حضرتك يعني بتسبقني انا، دي النقطه اللي جايه حالا. قد ايه ان احنا عشان اشتغلنا كتير مع بعض بقينا نتلاقى فكريا. لا يعني. وكمان انا لقاءاتي معاك بستمتع بيها جدا لان انا بتقمص دور الدكتور سنان وبحب الحكايه دي. صحيح ان دي كليه تانية لكن انا بقى عندي طمع. لا فعلا والله. شوف كده انا لسه كنت اقول النقطه دي. الحاله دي عندها تسوسات، لو جبنا الصوره اللي بعديها هنلاقي بقى صوره كده اولوفر باينه فيها تسوسات كتير وتاكل في الاسنان داخلي وخارجي. وهنا بيجي برضو دور متخصص اسمه متخصص علاج العصبي دكتور ايمن. ليه؟ في دكتور هيقول والله شكل الاسنان دي كلها كده مسوسه، اعمل لي علاج عصب لكل الاسنان دي، ده انا عندي مايكروسكوب اعملها كلها وخلص.
هنا انت بتفقد الاسنان الفيتاليتي بتاعتها، في حين ان انت لو دخلتها المتخصص درسها هيقول لك مثلا ان السنه دي عليها صبغه بس، دي مش محتاجه، دي مش مسوسه، السنه دي التسوس فيها عميق، لا لازم نعمل لها علاج جذور، السنه دي التحضير اللي فيها هيخلينا لازم نعمل لها علاج جذور، وده في اضيق الحدود. يبقى دخلنا متخصص كمان اللي هو متخصص علاج الجذور ومتخصص الحشو، دول اتنين مش واحد، عشان يبداوا يقولوا هندعم الاسنان ازاي ونعالجها ازاي. ده من ضمن الدكاتره اللي اشتغلوا في الحاله دي. طب ثبتوا لي الصوره دي، ويا ريت لو نعرف نعمل عليها زوم كمان. الزوم صعب بتهيألي، يعني خلينا الناس اكيد هي كبيره على فكره. بالظبط. الصوره دي يا دكتور ايمن بتوضح حاجه اسمها البايت، العضه بتاعه المريض. لو المريضه دي عايزه تحط اسنان فوق في الحته اللي بعد الناب، اللي هي المكان بتاع الضروس الصغيره، هتلاقي ان مفيش مكان، الاسنان اللي تحت عضه على اللثه فوق، وده نتيجه ان هي بقالها كتير خلعه ضروسها. طب هنا ايوه دكتور ايمن عملوا لنا زوم، يعني تسلم ايديكم يا جماعه، برافو عليكم. تسلم اول مره إيديكو. على فكره اول مره اعرف في القناه احنا ممكن نعمل زوم على اسنان. تسلم ايديكم. لا فعلا ده انا كنت محتاج الاوبشن ده عايزينه كتير. فلو خدنا بالنا اي دكتور اسنان لسه متخرج من الكليه يقول الحاله دي مستحيل تتعمل. مستحيل ليه؟ الاسنان اللي تحت خطه في اللثه اللي فوق، هتحط اسنانك فين لما تيجي تركب، لو زرعت او ركبت او عملت اي حاجه. فدي دخلت فيها متخصصه تانية قالت لي لا ده احنا هنرفع عضه المريضه شويه 2 مللي، ونقصر الضروس اللي تحت شويه، ونقدر نشتغل على البايت دي. انا مبسوط قوي ان الناس فهمت التفاصيل دي وركزت عليها. طب تعالوا نخش على صوره بعد كده كمان عشان نقول تفصيله تانية اشتغلنا عليها، وبرده لو نعرف نعمل عليها زوم يبقى عظيم. بص يا دكتور ايمن، انا عارف ان انت خبير في الحاجات اللي احنا بنقولها دي، ركزوا لي على السنتين اللي في الوسط، اللي فوق في الوسط، السنتين اللي هو بنسميهم التو سنترلز. لو خدنا بالنا من لونهم، دي لون ودي لون تاني خالص. يعني السنتين ديجريديشن في اللون، اللي على الشمال مصفر واللي على اليمين رايح على الابيض. هي أكثر. دي الاثنين اللي في الوسط لونهم مختلف. مش بس هو مفيش سنتين لون ببعض، بس انا اقصد يعني الاثنين في الوسط دول لازم يبقوا تابيكال في التجميل شبه بعض، فما بالك ان هم اختلاف في اللون بينهم بالشكل ده. عايز اقول لك يا دكتور ايمن ان لو دكتور استخدم سيراميكس شفافه فظيعه، يعني هيكتشف ان السنتين دول هيطلعوا في الاخر لونهم مختلف، لان واحده غامقه وواحده فاتحه. رغم اننا كفرد بالظبط، انت حطيت عليهم ازاز شفاف قوي، ما زودتش الستينز شويه عليه، فابتدى اللون يشف، فابتدى دي تبان اغمق من دي في الاضاءات. وهوري ازاي انا بدرس الاضاءات في الصور بعد ما نخلص الحاله خالص. فدي برده كانت نقطه مهمه لما بنعمل زومينج عشان اشوف الصور. طب ما حدش خد باله ان اللثه في الحاله دي كويسه، يعني المريضه دي لون اللثه بتاعتها لون طبيعي كويس، انا مش محتاجه اقشر، ما فيهوش تصبغات سودة، فصحيح انا هشتغل عليه بالليزر عشان اظبط الالاينمنت بتاعه، لكن يعني اللثه ما فيهاش انفكشن، ما فيهاش صبغات. فدي انا بعمل الصوره دي اللي هي بيسموها الكونتراستد فوتو عشان اشوف الالوان والاضاءات ولون اللثه عامل ازاي، هل صحي ولا لا، لون الاسنان عامل ازاي، السنه اللي بيسموها ريسك فاكتور او خطيره، هتشف وهتبان غامقه في وسط بقيه اسنانك، فانت شفافيه السيراميك اللي هتستخدمها هتفرق جدا في الحاله دي. انت ممكن تتسرع وتجيب سيراميك شفاف وتبقى فرحان بيه. بالظبط جدا. وتقول يا سلام ده رائع جدا وركب يا باشا. بالظبط. وبعدين تفاجئ انه العيان نفسه يقول لك انا حاسس ان لون السيراميك اللي انت ركبته مش متساوي، هو بيتكلم على اللون اللي انت ركبته. بالظبط، هو مش فاهم خالص. ان اسنانه هي اللي فيها المشكله. هيجي يقول لك يا دكتور يعني انت عامل لي وانت بتقول على نفسك دكتور تجميل سنه لون وسنه لون تاني، والدكتور يبص على الماده اللي عنده يلاقيها هي انما انا مرها لك بس عشان مفيش نفس البلوك. بالظبط كده، نفس البلوك هيقولوا نفس البلوك كده. هيقولوا ايه اللي احنا بنتكلم فيها. طب لو جبنا فيديو للمريضه دي وهي بتتكلم قبل عشان نشوف قد ايه الابتسامه يعني شكلها مرعب اثناء الحركه. يعني انا عايز اقول ان سن المدام دي سن صغير، يعني انا متخيل، يعني مش متاكد من السن قوي، بس حاجه و30 سنه. فلو بصينا على الفيديو وشفناها وهي بتتكلم هنديها سن اكبر من كده بكتير، ولما هتعمل سنانها بعد هتدوها 20 سنه 25 سنه بالكتير. فده معناه ان قد ايه الاسنان بتؤثر في شكل يعني حياه المريض. يعني انا مريضه كان عندي حاجه و30 سنه، الناس كلها بصالي على اني عندي 50 سنه، والعكس تماما، لو عملت اسناني وشكلها كويس احس قد ايه ان انا رجعت شباب، قد ايه ان انا قادره اتواصل مع الناس، قد ايه ان انا واثقه في نفسي، قد ايه ان انا لما بصحى الصبح، ودي ليها قيمه تسوى ملايين الدنيا، ان لما اصحى الصبح ابص في المرايه
واحس ان انا شكل اسناني مرتب وكويس دي تسوى كتير. يعني انا ككريم عشان عارف قيمتها ادفع فيها ملايين الدنيا. المهم ان انا اثق في نفسي حتى لو ما فيش حد شايفني، ان انا ابص في المرايه واحس قد ايه ان شكل اسناني وشكل وشي عجبني وشكل جسمي عجبني، ودي مهمه قوي. وانت بتحكي ده كله انا بفكر في حاجه واحده بس مسيطره على دماغي من اول القصه، من اول صوره لغايه دلوقتي، قد ايه الست دي كانت بتعاني يوميا وشالت هموم طوال السنين اللي فاتوا. احنا بنختصر همومها كلها في ساعه، الساعه دي لن تكون كافيه باي حال من الاحوال عشان تترجم الدراما اللي كانت بتمر بها هذه السيده وهي رايحه اي مناسبه بتضحك قدام اي صوره، قدام اي فوتو، قدام اي سيلفي، قدام بناتها او قدام جوزها او قدام اللي هي تخصهم من عائله، هي شايله هموم كتيره جدا. يعني تعال نشوف حاجه يا دكتور. يعني هقول لك ان هم بيعانوا، ان انا بعاني معاهم في ايه، ان اول ما تخلص سنانها ما اعرفش اشوفها تاني. يعني انا عايزها عشان اطمن عليها اعمل لها فولو اب، بمجرد ما بيخلصوا اسنانهم عندهم 100 مشوار بقى، وعايزه تروح كل الاماكن اللي ما كانتش بتروحها وتزور كل الناس اللي كانت بتحبهم قبل كده. كل ما يكلموها عشان نيجي نعمل عليها فولو اب ونطمن عليها، انا مش فاضيه يا جماعه، انا خارجه، انا مسافره، انا ودي حاجه على قد ما يعني بتقلقني ان انا ببقى عايز اطمن على قد ما بتسعدني. تعال نشوف مع بعض اللقطه المهمه دي في عالم طب الاسنان، وبعديها هسال دكتور كريم عن فايده التصوير الفيديو تاني عشان نكرر لكم وفهمكم ايه الفايده من ان انا اتصور وانا بحرك بقي. دي مهمه قوي، مش ثابت، هو ثابت دي ممكن واحد يخدعني، لكن في الحركه خصوصا لما تكون حركه تلقائيه مفيش خداع. تعالوا نشوف مع بعض. الأسنان عندما يكون فيها مشكلة ضخمة بهذا الشكل، اللي أنا ملاحظه كمحلل نفسي مش كدكتور بقى مهتم بالطب النفسي وجزء من شغلنا، إنه المريض رقم واحد بيبقى عايز يصمت أكتر الوقت، مش عايز يتكلم كتير. ثانياً إنه عنده دايماً وشه شغال، كل عضلات وشه شغالة لجوه، يعني هو بيضحك بيضحك كده، يعني هو بيتكلم بيتكلم كده، فتلاقي كل عضلات وشه داخلة لجوه. تفسر مثلا على انها بيحاول بقى يكسبها طبعا في الستات بالرقه، وفي الرجاله بالحزم والتجشع والتجشم والحده في التعبير كل واحد، يعني الرقه لان الست هتبدا تتكلم وهي ضمه وشها لجوه وقافله بقها شويه، فترد اللي هو ايه ميرسي ربنا يخليك متشكرين، فالراجل بقى اللي هي شكر يا باشا ربنا يكرمك اللي هو ايه خلاص بقى راجل حازم قوي، يعني لا ده هيعرف يضحك ولا ده هيعرف يضحك. ولما بيضحك لو هو هنا على فكره برضو انت يعني في ظلم شويه، لان هم بيضحكوا لك لان هم عارفين ان هم بيتخلصوا من كابوس، يعني هم بيضحكوا في النهايه عشان يتخلصوا من كابوس. لا ده في حاجه كمان يا دكتور ايمن، عشان كده انت بتفسر هي ليه ما ضحكتش. لو جبنا اول صوره كانت ما بتضحكش خالص او بتضحك لهم ضحكه اي كلام، انا بقول لهم ان انا مش هبدا تجميل غير لما تضحكي. ما انا بشتغل على ابتسامتي. فبيضطروا يضحكوا غصب عنهم. ما هي عارفه يعني ان هي اللي هتوصلها للنجاح. لما تروح تتصور فيديو وترجع لي والاقيها زي ما حضرتك بتقول مكسوفه، اقول لها لا مش هبدا، يعني هي كده ايه مكسوفه خالص ما بتضحكش. لو شفنا الفيديو اتفقنا معاها هنضحك هنتبسط هنبدا شغلنا، مش هتضحكي النهارده يبقى مش هنبدا، عشان كده المريض بيبقى مصر على ده. في الضحك كمان بتاعها في الفيديو بروتروجن، يعني السنان كلها بارزه لبره، الايمنت خارج لبره، وده خدنا بالنا منه جدا. كان اخر نقطه بنبه عليها في الحالات في الصور قبل، ان المريضه دي كان عندها زي ما بيسموها سيستو ابسيسز، اللي هي البقع الصديديه اللي تحت الاسنان، نتيجه ان هي ما كانتش معالجه، ففي اسنان كتير ريميننج روتس اللي هي الجذور بس هي اللي فاضله وبتعمل صديد تحت الاسنان. فهنا برضو احتاجنا تدخل متخصص عاشر غالبا، اللي هو هيشيل الجذور اللي بنسميها السورس اوف انفكشن او مصادر التلوث عندنا، لان المريضه دي ما ينفعش تركب وترجع تعاني من حاجه بعد كده. فهنا برضو اهميه وجود جراح فنان
عشان يشيل الحاجات دي من غير ما يأذي شكل اللسة، من غير ما يأذي المريض، يحافظ على العظم ويحافظ على اللسة في احسن حالتها. وفعلا ده تم مع المتخصص عندنا، نشل لها ونضف لها اي صديد، اي تسوسات، اي ريميننج روتس او جذور فاضله في بقها، عشان نشتغل على الوضع واحنا مستقرين وستابيلايزنج فيز زي ما بيقولوا. طب ده حلو قوي، احنا كده دخلنا ده كده الصور على الدراسه الكامله، درسنا كل حاجه، درسنا كده الاسنان، درسنا اتجاهاتها، درسنا لونها، درسنا اللثه، درسنا المشاكل الجراحيه المصاحبه ليها. ايه اللي فاضل كده؟ خلاص الصعوبه عدت، الاناليسيس بتاعت الحاله، متخصصين كلهم دخلوا درسوا. يا جماعه يعني اوعوا تتخيلوا ان الكلام ده بيسم في سنين، بيتم عندنا في المركز في يوم. احنا عندنا 18 دكتور، بيتم اجتماعات في اخر اليوم ندرس الحالات ونشتغل عليها ونخلصها. اللي جاي كله اسهل ما يمكن، اصغر طالب في القصر العيني يقدر يعمله بسهوله جدا، اللي هو رسم بقى الوضع الجديد. انت فهمت المخاطر، فهمت الاسنان بتتحرك ازاي. طب تعالوا نتفرج على اول صوره بعد ما خلصت اسنانها، ونبدا نتدرج ابتسامه صغيره، ابتسامه اكتر، ابتسامه اكتر. دي اول ابتسامه بعد ما خلصت، وهي كانت لسه نايمه على كرسي الاسنان. دي اسنانها، دي اسنانها. بتكلم جد؟ والله انا قلت انت جبت صور، قلت عشان اقول لها يعني احنا ممكن نوصل لك لكده. لا، فريق الاعداد عنده الصور كامله، بس هو احنا هنا بنقص عشان فدي كانت لسه نايمه على ال- 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 الكرسي بتاع الاسنان. ولو خدنا بالنا دكتور ايمن، انا كنت مصور الصوره دي قافل نور الاوضه كله ومنور نور اصفر على الاسنان بشكل قوي. ليه؟ عشان اشوف فرق اللون ما بين السنتين اللي في الوسط لسه موجود ولا لا، هل هتبان سنه غامقه ولا لا. والحمد لله ان الاسنان كلها بتبان شكلها طبيعي. طب لو دخلنا على الصوره اللي بعديها، ودي مهمه قوي قوي قوي، ان انا كمان كنت عايز اشوف اعوجاجات الاسنان اللي كانت موجوده لسه موجوده، ولا بعد ما حطينا التجميل بتاعنا لا كله ماشي مع بعض. احنا بنعمل زومينج يا جماعه، يعني انت فجأة نقلتنا. لا بص 10 اكس مثلا انت نقلتنا. بص، عارف انت لما تكون ساكن في حته شعبيه، مش شعبيه، حته عشوائيه، وجنبها حته كومباوند بقى وسيفن ستارز والكلام ده كله، فانت تطلع من الحاره دي للكومباوند ده. ويا دكتور ايمن ده تم في يومين، يعني مريض عايش سنين. انت نقلتنا فجأة يا راجل، ما كانش في حاجه في النص، حتى صوره اشعه مقطعيه تقطع. لا انا تعمدت ان احنا نجيب صورها قبل وبعد على طول بدون البروسيدجرز، عشان الناس تعرف شتان الفرق. انت لو طب هاتوا الصوره اللي بعديها عشان نشوف حاجه ثانيه. ان احنا لو انا ببص على الصوره دي، اكيد دي نجمه، اكيد نجمة دي فنانه، اكيد دي والله انا تصورت ان دي صوره موديل عندك ريفرنس، يعني تقول لها ايه احنا عايزين نوصل لحاجه شيء. لا دكتور ايمن، هي دي نفس، هي بقت هي الريفرنس، هي دي نفس. وعايز اقول لك بقى قد ايه ضحكاتها طالعه حلوه في الشكل الجديد. طيب هتقولي الصوره اللي بعديها عشان نشوف حاجه حلوه قوي. لا اللي بعديها كمان. الصوره دي انا صورتها بالمقلوب، يعني جيت ورا دماغ المريضه وصورت. عشان انا اول مره اشوف الصوره دي في حياتي، يعني عشان اشوف ايه الصوره، عشان اشوف السمايل كيرف يا دكتور ايمن، فاكر اتكلمنا عليه الحلقه اللي فاتت. رسمه الاسنان اللي فوق، هل في بينها مسافه وما بين الشفايف اللي تحت، عشان تعرف تنطق حروف الاف وتعرف تنطق حروف الفي. لو ما فيش المسافه دي والاسنان اطول من اللازم هتعاني منها. فانا بشوف السمايل كيرف واروح عادل الصوره واصورها الصوره اللي بعديها بالمعدول، عشان ابص برده على السمايل كيرف بالشكل ده. لو جبنا الصوره اللي بعديها عشان نشوف حاجه دكتور ايمن، دي الادفانسد بقى. ثبتوا لي الصوره دي شويه وهنبدا نتحرك صوره صوره. دي ايه يا دكتور ايمن؟ المريضه، احنا بقى لو واحد متخصص شويه بروفيشنال بيفهم ان كل مريضه ليها رغبه. دي بيسموها الفيميل بوز. انا عايزه السكسي سمايل بالمعنى الحرفي، انا عايزه ابان انثى بشكل اسناني. هاتوا الصورة اللي بعديها لما تفتح بقها شوية، ودي معظم ممثلات مصر بيطلبوها مني. معظم ممثلات مصر بيطلبوا ان انا عايزة رسمة ابتسامة، عشان انا اصلا ممثلة. فمهم قوي لما احب اعمل تعبيرات بوشي وتعبيرات في الاعمال اللي بعملها، يبقى عندي سمايل لو وشي كله مجاش واسناني وشفايفي جت، ابان ان انا ممثلة اغراء مثلا. او ابان ان انا يعني انتوا فاهمين قصدي ايه، يعني دي مش باين حاجة من وش المريضة، بس انت لما تشوفها تقول الله الست دي شكلها حلو قوي. لو جبنا الصوره اللي بعديها، كان زمان البوز دي بيعملوا بيها اللي فاتت دي، معلش نرجع ليها،
كانوا بيعملوا بيها اعلانات يعني اعلانات الزمان مثلا يس. كان اعلانات المكياج والاحمر الشفايف كانت بتعمل بوز برجيت برادو لو فاكر كانت بتعمل الاعلان بكده وكتير قوي كانوا عايزين يركزوا على مثلا واحد بيعمل اعلان لنوع روج معين فيصور الصوره دي عشان يبين لك ان قد ايه الروج بيخلي الست حلوه مع ان انت ما شفتش شكل الست ما شفتش وشها ما شفتش عينيها ما شفتش شعرها لو جبنا صور قبل وبعد في ناس على الفيسبوك تعمل بروفايل بص لها حتى الصورة دي طبعا يطلع في الآخر راجل يعني راجل مش تمام يعني راجل مش مظبوط لو جبنا صور قبل وبعد وأي حد بص على الصورة قبل وبعد وتخيل هل المريضة دي مستحيل تنفع تبقى المريضة دي عشان كده دكتور أيمن أنا أجمل حاجة في البرنامج ده لما بتفرجش على صور قبليه أنا دايما بعيش اللايف بالزبط. يعني أنا ما بقعدش مع أي ضيف من ضيوفي قبل وأعرف إيه اللي بيحصل في الحلقة أنا بعيش الحلقة لايف معك انا لم اتخيل ابدا انها تطلع كده مستحيل صحيح. يعني صحيح. لا برافو وعشان كده دكتور ايمن بنصيحه من ناس كتير ومن دكاتره اصدقائي بره ابتدينا نحط الامضه بتاعتنا على الصور بعد طبعا عشان الناس تفهم ان ده تصميمنا دي الفكره اللي جت في دماغنا ده التنفيذ اللي نفذناه لو عدنا نبص على الصور قبل وبعد من جميع الاتجاهات يعني دي الصوره دي من الجنب هنا مع الجنب هنا الصوره دي مع اتجاه الاسنان هنا مع الاسنان هنا بصراحه فريق الاعداد كمان رائع فريق الاعداد بازل معايا مجهود غير طبيعي فعلا يعني بقعد ساعات يعني من الصبح هنشتغل مع وإيمان كلهم فعلا وبحر والناس انا حسيت ان هم يوم الحلقه بتاعتي بيبقوا يعني حاسين ان لا هي حلقات صعبه هي بص الاسنان حلقاتها وانا بقول لهم كده لو ما قدرناش نجهز للاسنان الصور الناس الصور بالشكل ده كل مجهودنا ده هيروح احنا عايزين نوصل معلومه معينه او فكره معينه قد ايه هم شاطرين وقد ايه هم تعبوا معانا وقد ايه هم فنانين ان هم يقدروا يظهروا ده للناس عشان في الاخر الفكره توصل ان السمايل ديزاين او رسمه الابتسامه حاجه مهمه لاي لا برافو برافو تاني برافو حسين وبرافو ديانا وبرافو ميرنا وبرافو ايمان وبرافو بحر لان هم كلهم عملوا شغل حلو قوي في الحلقه دي وفيها تشويق صوري وتتابعي اعدادي رائع جدا لان احنا عشنا بس شيء رائع برافو عليك يعني حاجه رائعه جدا 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 يبقى دايما التصور اللي انا تصورته يا دكتور كريم قبل ما اطلع فاصل يعني قبل ما نطلع شويه انه انت عايشتنا حاله حلوه جدا ودرستها دراسه عميقه جدا وانت عملت دلوقتي منهج رائع جدا خلاص واضح جدا المسار اللي انت بتمشي فيه في حاله او في طريقه تعاملك مع الثقافه الطبيه انت بتعرض يعني بالتفصيل كل كبيره وصغيره بتتحاور او بتحيط اي حاله وده شيء رائع جدا جدا فانا بحييك ومبروك على الحاله دي الله يخليك مبروك حلقه جميله جدا جدا مع ضيفي الاستاذ الدكتور كريم ابراهيم خليكم دايما مع الدكتور واحدة من أهم الأجهزة اللي أنا لازم أضمن إن هي موجودة في بريتش هو جهاز الميكروسكوب جهاز الميكروسكوب هو الحاجة اللي بتضمن للمريض دقة الشغل احيانا كتيره في بروسيديرز معينه في طب الاسنان بنحتاج حاجه اسمها ماجنيفيكيشن يعني احنا نكبر الحاجه عشان نقدر نشوفها واحده من اهم القواعد في طب الاسنان في العالم الاوروبي والعالم الانجليزي هو if you cannot detect you cannot create يعني انت لو ما قدرتش تشوف كويس مش هتقدر تبدع مش هتقدر تعمل الشغل اللي انت نفسك فيه لانك مش شايف كويس if you cannot detect You cannot create. فبالتالي وجود جهاز الميكروسكوب مع إشرافي عليه شخصيا في النتائج اللي بيطلعها أو الشغل اللي بيتم تحت الميكروسكوب هو من أهم الأهداف والجولز اللي بريتش بتشتغل عليها دقة الشغل فبالتالي لازم الناس تفهم ان كل جهاز طبعا مش كل بروسيديرز بتتم في بريتش بتتم اندر مايكروسكوب بس انا شايف ان في حالات في عدم وجود الميكروسكوب ما نقدرش نشتغلها فبالتالي لازم جهاز الميكروسكوب يتوفر طب ايه اللي لازم يتوفر مع جهاز الميكروسكوب هو مجموعه من المتخصصين لازم يقدروا يشتغلوا على الميكروسكوب ده كويس لان جهاز الميكروسكوب ده جهاز محتاج تمرين كتير محتاج ناس تتعود تشتغل بيه بالذات لو البروسيديرز او الحاجه اللي هيعملها الشخص محتاجه ماجنيفيكيشن محتاج ان انا لازم اكبر زي حاجات ادفانسد بالذات قسم حشو العصب بيحتاج الميكروسكوب بشكل كبير
بريتش بتحتوي على اربع متخصصين في حشو العصب، ثلاثة منهم ماجستير والرابع دكتوراه في حشو العصب، بس يقدروا يستخدموا الميكروسكوب شغل الريستوراتيف او التجميل او كراون. احيانا كتيره في حالات بنحتاج فيها مايكروسكوب، فبالتالي وجود الميكروسكوب هو من اهم الاساسيات عندي في بريتش، من اهم طبيعه شخصيه بريتش. تواجدي في كل خطوه من خطوات الشغل، تواجدي في كل قسم، انا شايف ان انا كل يوم ببقى متواجد هنا ما لا يقل عن 10 ساعات. ده معناها ان انا عمري ما شفت بريتش ولا الناس الدكاتره اللي موجودين او المتخصصين اللي موجودين شافوا بريتش از ماركتنج بليس، مكان لمجرد البيزنس وورك او الماركتنج وورك. انا شايفه دايما مكان متخصص، شايفه دايما مكان احنا بنبذل فيه جهد، عايزين نقعد مع البيشنت بتاعنا اغلب الوقت بتاعنا، نشارك فيه، نجتمع مع بعض، نناقش الخطط العلاجيه، نشتغل بالمايكروسكوب، نشوف الحاجات اللي ما كناش شايفينها بالعين المجردة زي ما بيقولوا، نتناقش، نغير في الخطط العلاجية لو احتاجنا. فبالتالي أنا شايف إن واحدة من أهم الحاجات اللي ممكن البيشنت يسأل عليها أو الشخص يسأل عليها هو رايح المكان، هل أنا هقابل الدكاترة دول فعلا؟ يعني أنا هقابل دكتور كريم وأقعد معاه، هقابل متخصص معين، هل هنجتمع، هل هيقعدوا معايا لحد آخر لحظة، ولا مجرد هيشوف دكتور كريم مرة وبعد كده ما يشوفوش تاني؟ دي واحدة من أهم الرولز اللي بنشتغل عليها في 2019. بنضيع أكتر من 14 ل 15 ساعة كل يوم في بريتش عشان نضمن للمريض متابعة لكل تفاصيل الشغل بتاعته. صحيح في 25 دكتور ممكن يؤدي وظائف كتير، لكن في عدم وجودي الخطة العلاجية دايما هيبقى فيها أخطاء، دايما مش هتبقى متكاملة، فوجودي هو الأهم في كل قسم لمتابعة البروسيديوز دي عشان أقدر أقول لمتخصص علاج اللثة إمتى يدخل، متخصص الجذور إمتى يدخل، متخصص حشو العصب إمتى يشتغل، متخصص الريستوراتيف أو الكراون إزاي يشتغل. فبالتالي كل تخصصات طب الأسنان بتعتمد في الآخر على الشخص اللي حط لك الخطة العلاجية. واحدة من أهم الحاجات اللي في شخصية بريتش الخاصة تواجدي مع جهاز من انا شايفه من اهم الاجهزه اللي لازم تتواجد في اي سنتر محتاج يقدم خدمه طبيه عاليه، هو جهاز الميكروسكوب. اتمنى اكون عرفتكم عليه، شفتوه وعرفتوا اهميته، وبالتالي يلا ننتقل لجهاز جديد ونشرح. استوديو او استوديو تصميم الابتسام، انت هنا بتقابل كل ما هو فني وفن وخاص ببريتش بالنسبه للسمايل ديزاين او تصميم ابتسامتك. لازم نبقى متفقين ان انت مش هتوصل للمكان ده غير لما تكون عديت على الانترفيو، عديت على الخطه العلاجيه اللي اتحطت لك، عديت على الاشعه المقطعيه، عديت على الميكروسكوب، عديت على المتخصصين. هتيجي هنا وهي المرحلة قبل الأخيرة، أو المرحلة اللي هنبدأ نصورك فيها بالكمبيوتر أو السمايل ديزاين عشان نبدأ نصمم الابتسامة بتاعتك، وهنا بتظهر شخصية بريتش في تصميم الابتسامة. هنا هو المكان الأخير اللي بنودع فيه البيشنت بتاعنا في بريتش بعد ما بنخلص شغلنا، أيا كان زراعة، تجميل، سمايل، ايا كان، حتى لو البروسيجرز بسيطه خالص ان البيشنت يجيب بريتش عشان يلمع اسنانه او يحط حشوه، بنودعه هنا في الوول ورا بريتش، بيتصور الصوره النهائيه، وبنطبق دايما القاعده وهي اهم قاعده في شخصيه بريتش، هابي بيشنت هابي دكتور. طول ما البيشنت بتاعنا سعيد بيتصور ورا الوول دي وهو ماشي، معناها ان احنا نجحنا ان احنا نقدر نديله السيرفيس اللي احنا شفناها تليق بالبيشنت العربي وبالبيشنت المصري. بيشرفنا كل يوم نجوم الوطن العربي، نجوم من كل الدول، بيشرفنا ناس من الجزائر وتونس والمغرب والسعوديه والكويت والامارات ومصر اللي انا بعتز بيها جدا، وشايف ان مصر من اهم الدول اللي لازم دايما تبقى رائده في كل المجالات، ومن اهم المجالات دي هو مجال طب الاسنان اللي احنا متقدمين فيه جدا وقادرين نبقى على قدر الليميتيشن او الموازاه مع اي دوله اوروبيه. بنودع البيشنت.